القادم ايه بقى يا محمد؟ يعني قول لي. والله انا اتمنى في الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا نركز في السينما شويه، فانا ان شاء الله بعد العيد في فيلم اسمه يوم مصري جدا، ده ان شاء الله يعني في اطار التحضير يعني ليه ان شاء الله. ده فيلم بتاع مين؟ ده تاليف جمال صدقي واخراج ايمن مكرم، ده لسه بنحضر يعني دلوقتي في الوقت ده. وان شاء الله هيكون فيلم كويس، يعني هو بيرصد كده يوم في حياه المصريين بتدور احداثه في يوم واحد. كوميدي ولا لا؟ هو في كوميديا طبعا، بس هو يعني ايه اجتماعي انساني شويه. يا حيوان، واه الشاي سخن. مش هيبقى أسخن من نار جهنم اللي هتتشوي فيها بسبب الأسئلة الصعبة اللي بتحطها للطلبة. افتكر إن في الآخرة في امتحان، بس أسئلته كباري ما فيهاش اختياري. افتكر وانت بتحط للطلبة ضاد جيم انك هتاخد في الآخرة ضاد جيم. ابو الخطة ان احنا كنا نجيب للراجل اسهال مش نجيب له جلطة. عم ضياء تقيل عليه قوي، بص عمل فيك انت شخصيا ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسب وحسب. وانتو كان نفسي اقول لكم مع اطيب تمنياتي بالنجاح زي ما بيكتبها لكم في اخر الامتحان، بس كله رايح.